فرقت علينا اليوم بالزي الرسمي. ايه قلنا نغير يعني الافتتاح كان توكس فقلنا لازم نلبس الزي الرسمي هالمره يعني. عم نودع سوا اليوم الليله الختاميه لمهرجان ريد سي فيلم فيستيفال. تقييمك العام؟ عظيم جدا عظيم، تجربه بصراحه لا تنسى ولن تنسى بصراحه، ونطمع بدورات اخرى مختلفه ومهرجانات دوليه ايضا، لان المملكه ما شاء الله كبيره جدا فتسع لهذه القلوب وهؤلاء الصناع من شتى انحاء العالم، فطمعانين بالزياده. جاهز انه فيلمك يكون من الافلام اللي فايز اليوم؟ والله انا فيلمي يبدو لي انه خارج المسابقه، لكن مجرد مشاركه في هذا المهرجان بحضور الصناع والمخرجين ومشاهدتهم للافلام حد ذاته يعتبر شيء عظيم، لكن ان شاء الله السنه القادمه ما راح ندخل الدوره الثانيه الا احنا عندنا فيلم ان شاء الله ومنافس بالمهرجان. حاضر وحدك اليوم؟ حاضر وحدك اليوم؟ لا تجيب السيره هذه، الله يخليك لا تجيب السيره هذه، لانه انا زعلان بصراحه يعني وحزين يعني بصراحه لعدم تواجدها معي الهام. الهام عندها بروفيت لما مسرحيتها بالرياض، احسب هيك مش متواجد. صحيح ايوه للاسف الشديد، ان شاء الله تشرفونا، ما اعرف عن تواريخ العرض للاسف، لكن موعودين ان شاء الله مسرحيه جميله ان شاء الله.